اشتركت فيها مع الفدائيين؟ عدة معارك. أنا اشتركت في معركة 67 ومعركة 73 أيضا، وبعض المعارك مع العمل الفدائي، لكن المعركة يعني أهم معركة، المعركة المهمة هي معركة الحياة اللي أنا أعيشها الآن. كم مرة أصبت وين؟ أصبت 3 مرات، مرة من شظايا الطيران، مرة من رصاص الرشاشات، ومرة من توقيع الاتفاقات. اسمع واركد اركد، اسمع واركد اركد، رد سيفك في الجفيرة، لا تناطح لك جبال النطح.